السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي. المهم الموضوع اللي غادي نهضر فيه اليوم وهو يا الحرمل. الحرمل اللي كنبخروا به كيف ما كنعرفوا حنايا الحرمل، يعني حنا معروفين به من زمان، كنبخروا به الحرمل. المهم هو فين ما المهم اي بلد كيسميوه الحرمل، ما كيسميوش اسميه اخرى، عنده الحرمل صافي. هذه هي المهم في اي بلد كنقولوا لي حنا الحرمل، ما عندوش شي سميه اخرى، يعني راه كلشي عارف بانه الحرمل. المهم اخواتي، هذا الحرمل هو اللي غادي نهضر عليه اليوم. الحرمل يعني احنا من بكري وحنا كنديروا هذا الحرمل، كنبخروا به الطيور ديالنا وكنبخروا به حتى الدراري الصغار. يعني هو علاش كنبخروا به؟ في الحقيقه هو زعما اش غنقول لكم، راه واحد العشبه نافعه ومفيده بزاف لينا وللطيور ديالنا والمشاكل ديالنا والتبعه والعين والحسد. هو احنا كنعرفوا داك الحرمل باللي كيقلع العين وتيقلع التبعه، وحتى الدراري الصغير مثلا الى بحال هكا مثلا دخلوا الناس وشافوه وبحال هكا بقاو تيبكيو ولا شي حاجه، كنوضو كنبخروا ليه بشلبه وحريمل صافي. كنوضو كنبخروا ليه وكيسكت وكيتهدل صافي وكينعس بحالاتو. يعني الحرمل راه شي حاجه يعني مفيده لينا حنايا، لينا والوليدات ديالنا. هو في الحقيقه الحرمل يعني راه في الحقيقه راه عنده واحد الفائده ما نقول لكمش. هو هذا الحرمل كيطرد الارواح الخبيثه وكينظف المنازل من الجن والشياطين، وكل اللي كيشتكي من القارين واللي عند كاع اللي كتشتكي من القارين في الحقيقه راه الحرمل راه تيمحطو تيأدبو، ما تيبقاش داك القارين ما تيبقاش يعني في الحقيقه طالع للسماء ولا شي حاجه، لا عرفتي القارين كيأدبو تيولي داك القارين يعني غير بالحرمل. نبخر بالحرمل وتشوفوا القارن كيفاش غادي يولي، غيبقى بحرة الى كيتنفس. هو في الحقيقه هذا الحرمل راه ماشي كيطرد غير الشياطين والجن، هو تيحرقهم وتيمشيو بصفه نهائيه. راه ماشي انه غير كيطردهم، لا كيحرقهم هذا الحرمل. المهم اخواتي، الحرمل يعني راه عنده واحد الفائده كبيره. دابا هنا الحرمل غنهضر لكم على باش غادي يعني نبخر به الدار ديالي، وترجع الدار ديالي مهدنه وترجع فيها السعاده ورجع فيها الفرح وكل شيء بهذا الحرمل. يعني مثلا دابا غناخذ الحرمل، غناخذ غير الحرمل بوحديتو، غير الحرمل بوحديتو. غنهضر دابا على الديور، كيفاش غادي نبخروا هاد الديور ديالنا، كيفاش غادي نبخروهم بالحرمل بوحديتو. وعاد من بعد غادي نعاود لكم تاني، نقول لكم تاني على البنات اللي تعطلوا تاني على الزواج، كيفاش عاوتاني غادي نبخروا ليهم بهاد الحرمل وغادي نزيدوا عليه حتى الشبه. المهم دابا حنا غنهضروا على الحرمل بيه، باش غادي نضف الطاقه ديال المنزل ديالي كامله. المهم غير يفوت العصر، نصلي العصر، يفوت العصر نوض ما بين العصر والمغرب. ديك الوقيته فين انا غادي نبخر، ما بين العصر وما بين المغرب، فهاديك الوقيته انا اللي غادي نبخر بها الدار ديالي كامله. وهو في الحقيقه راه اش غنقول لكم، راه عنده واحد الفائده عظيمه. اولا تحيد الارهاق، وتعطيك واحد السعاده، سبحان الله العظيم كتحسي بواحد السعاده، وكتحسي بالاكتئاب ما بقاش عندك، كتحسي براسك باللي ما بقيتيش كتخمي وكتفكري بزاف. يعني في الحقيقه راه ملي كتشميه كتحسي بواحد الراحه، والله العظيم الا كتحسي بواحد الراحه ملي كتلقي الحرمل وكتطلع معاك ديك الريحه ديال الحرمل، كتحسي بها بواحد الراحه. هنا باش ما يبقى عندنا لا هنا باش ما يبقى عندنا في الدار عندنا لا عين ولا حسد ولا تبعه صافي. معاه تقرب المغرب، ما بين العصر وما بين المغرب، غادي نشد الحرمل غير هو بوحديتو. غادي نشد الحرمل، غنقرا عليه سوره الفاتحه 7 ديال المرات، وغنقرا ايه الكرسي، غنقراها
آية الكرسي غادي نقراها 7 ديال المرات، وغادي نقرا المعوذات 7 ديال المرات. المعوذات راكم عارفينهم خلاص، غنقراهم ب7 صافي. هما اللي غادي نقرا انا فاش غادي ديك الساعه، فاش غادي نبغي انا نبخر، ونزيد عليهم سوره ياسين. هادو هما يا الايات اللي غادي، هادو هما الصور والايات اللي غادي نقرا. سوره ياسين، سوره ياسين مره واحده باش غنبدا. غادي نبدا بالفاتحه 7 المرات، غادي نزيد ايات الكرسي 7 المرات، غادي نزيد المعوذات غادي سبعة ديال المرات، كل واحدة غادي نقراها 7. انتم راكم عارفين. ومن بعدها غادي نقرا سورة ياسين مرة واحدة صافي. منين نقرا على داك الحرمل صافي، غادي ناخذ الحرمل، انتم راكم عارفين الحرمل هو هذا، هو هذا. ملي غادي بحال هكايا غادي نجيبو هكايا لفمي، وغادي نبقى نقرا عليه هاد الايات وهاد الصور اللي انا كنقول لكم، غنقراها عليه صافي. ملي غادي نقرا عليه كامل صافي، ديك الساعه ملي غادي نسالي، غادي ناخذ واحد الحفنه بحال هكايا، غادي نعمرها في يديا بحال هكايا. انا راني قريت عليها، غنكون ديك الساعه مشعله يا اما مبخره يا اما النفخ يا اما المهم مجمر صغير اولا شي حاجه، وغادي نلوحها فيه، وغادي نخلي يعني الدار ديالي كتبخر كامله. هنا راه يعني الشياطين والجن وهذا وسميتو وخدام السحر كلشي غادي يموت، ما غيبقاش يعني، كلشي غيتحرق، كلشي غادي يتحرق. راه ماشي غادي يمشيو يهربوا عاود يرجعوا، لا راه غادي يتحرقوا صافي، ما غيبقاوش، غادي يتحرقوا بالحرمل. الحرمل سبحان الله العظيم، الحرمل النهار اللي كيكون مزروع في شي بلاصه راه تيكون ملاك كيكون حارس عليه. الحرمل نهار اللي كيكون نابت في شي بلاصه كيكون ملاك حارس عليه، حتى نهار اللي كيوجد الحرمل. وديك الساعه راه شوف 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 ديك الساعه فين غادي يفرقوه. اما هو فاش البلاصه اللي كيكون يعني مزروع فيها تيكون ملاك سبحان الله العظيم هو اللي كيكون حارس عليه. يعني في الحقيقه هذا الحرمل راه من قديم الزمان وحنا كنستعملوه حنايا، بعدا المغاربه حنا كنستعملوه، وحتى الخليجيين عاوتاني كيستعملوه بكثره، تاهم عاوتاني كيستعملوه تاني بكثره، الحرمل كيستعملوه تاني بكثره. المهم اخواتي، هنا باش ما تبقى عندكم لا عين ولا حسد ولا تبعه، وبعدك التبعه كيحرقها، التبعه ما كترجعش بصفه نهائيه، ما كترجعش التبعه بصفه نهائيه. دابا انا قلت لكم شنو غادي ديروا، يعني بلا ما نعاود لكم، انا قلت لكم شنو غادي ديروا، القرايه اللي غادي تقراو على الحرمل وغادي تطلقوه ما بين العصر وما بين المغرب. نصلي العصر ومن بعد ديك الساعه غادي نوض، وغادي ديك الساعه غادي نقرا هذوك الايات ودوك الصور، وغادي نبخر صافي، غادي نبخر. بحال دابا مثلا بديت درنا مثلا بديت بالخميس، واخا درت بديت بالخميس، بغيتو ديروا 7 ايام ديروا 7 ايام ماشي مشكل، بغيتو ديروا نهار ايه ونهار لا ماشي مشكل. المهم شوفوا نتوما، يا نهار ايه يا نهار لا، يا 7 ايام ماشي مشكل. واصلا هو الريحه ديالتو ما شاء الله، الريحه ديالتو ما شاء الله. هنا هذه غير باش يعني نحافظوا، يعني باش نخرجوا الطاقه السلبيه، ونزيد لكم الحرمل عاوتاني حتى هويا تقتل حتى دوك الحشرات، وحتى داك العنكبوت اللي كيكون في الدار ما كيخليش، وحتى دوك الحشرات ما كيخليهمش، وحتى دوك العقارب ما كيخليهمش، عقارب ما كيخليهمش، واخا انا راني عقربه ما كيخليهمش، ولكن انا كيعجبني غير ديك الريحه ديالته، يا سلام. المهم اخواتي، هادشي اللي كاين باش يعني المهم ديك الدار ديالنا كترجع فيها واحد الهدوء، ما بقاتش فيها العين، ما بقاتش فيها الحسد. وانا بلا ما نقولها لكم، بلا ما نقولها لكم، نتوما راكم عارفين بان الحرمل راه يعني من قديم الزمان وحنا كنستعملوه. راه ما كاينش الدار اللي غتدخلي ليها وما تلقايش فيها الحرمل، ما كايناش هذه الدار اللي تدخلي فيها وما تلقايش فيها الحرمل. اي دار دخلتي لها غتلقاي عند فيها شبيبه وحريمه ضروري. وكنديروا بحال هكا مثلا العروسه، حتى هي ملي كتبغي بحال هكا كتكون كتوجد لها شي حاجه، كنديروا لها حتى هي شبيبه وحريمل تنديروها ليها. الدريري ملي كيكون ثاني مخيت انت هو مخت انت هو كنبخروا بحبيبه بالحرمل وبالشبه، وسبحان الله العظيم ما كتبقى فيهم حتى شي حاجه. وعاد حنايا يعني كنقراو هذا الشيء، وكنطردوا كل شيء الشياطين، وكنطردوا الجن، وكنطردوا التابعه، وكن كل شيء كيتحرق، وكل شيء كيمشي بحالاته، ماشي كنطردوهم كنحرقوهم وكيمشي كل شيء بحالاته صافي. هنا هذه انا عطيتها لكم ديال
ديال الدار اللي ما كتبقى فيها حتى شي حاجه صافي، وكتولي ديك الساعه الدار خاليه، وكتولي تولي فيها واحد السعاده ما نقولكمش. نتوما غير ملي غتشموا ديك الريحه ديالته غادي تعرفوا بانه راه داك راه واحد الريحه غتستحلاو ديك الريحه، غتوليو نتوما براسكم مهدنين، غتوليو نتوما براسكم يعني حتى الا كان شي اكتئاب او لا كاين شي قلق ولا شي حاجه كلشي غيحيد، حتى حاجه ما تبقى. هنا انا هضرت دابا على العين، هضرت مثلا هضرت دابا على الحرمل باش يحيد العين والحسد والتبع من الدار. ودابا غادي نهضر عاوتاني على البنت اللي باغا تزوج، حتى هي البنت اللي باغا تزوج غادي نهضر عليها حتى هي عاوتاني كيفاش غادي كيفاش يعني غادي تستعمل هذا الحرمل. وهنا اخواتي غادي نهضر دابا على الحرمل وعلى البنت اللي باغا تزوج وتعكس ليها الزواج. انا غادي نقول لكم كيفاش. عندي هنايا شبه وعندي هنايا الحرمل، ها باش حتى الا كانت عندها شي عكوسات اولا شي حاجه كلشي غادي يحيد. كانت عندها العين، كانت عندها الحسد، كان عندها تبعه اللي كانت عندها غادي تحيد منها، ما غتبقى فيها حتى شي حاجه. عندي هنايا الحرمل وعندي هنايا الشبه. شوفوا سبحان الله العظيم، بحال دابا مثلا ملي كيكون بحال دابا مثلا انا كنشوف راسي مهيطمه اولا شي دريلي صغير كيبكي اولا شي حاجه، وكنهزو سبحان الله العظيم وكنديروا الحرمل وكنديروا واحد الطريف ديال الشبه، ديال الطريف ديال الشبه كنديرو، كتبقى ديك الشبه كتغلي 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 حتى كتولي عين، عين سبحان الله، عين هكايا عين، يعني راه العين اللي كانت فيها سبحان الله العظيم وما كتبقاش ديك العين سبحان الله العظيم. هذه هي وكنهزوها بحال هكايا مثلا، درناها وتبخات تبخات تبخات مع هذيك مع الحرمل، درناها وتبخات مزيان صافي حتى تالات كتولي بحال هكا دايره وهي غارقه من الداخل، يعني عين. كنجيبوا واحد المعلقه غير صغيوره، معلقه صغيوره اولا كبيره، تنجيبوها وتندير باش ديك العين كنطفيوها، تنجيبوا شي معلقه وكنهزوا هذيك الشبه اللي هي محروقه في سميتو في المجمر اللي هي محروقه، غنهزوا ديك الشبه وغادي نديروا كويس بحال هكايا وغادي نلوحوها صافي، وكدير تش بحال هكايا صافي. ديك الساعه حنايا طفينا العين باش ما تبقاش عندنا ديك الساعه لا عين ولا حتى شي حاجه، يعني هذا الشيء اللي حنا كنا كنشوفوا والدينا ويعني ويعني المغاربه المغاربه وداك الشيء حنا كنا بحال هكا كنديروا سميتو الشبه والحرمل. المهم اخواتي بالنسبه للبنات اللي يعني تعطل عليهم الزواج، هذه اللي تعطل عليهم الزواج، غناخذ الشبه والحرمل بجوج بيهم وغادي نقرا سوره الفاتحه، غادي نقراها 7 ديال المرات، وغادي نقرا سوره الصفات، سورة الصفات غادي نقراها 3 ديال المرات صافي، الفاتحة 7 ديال المرات وسورة الصفات غادي نقراها 3 ديال المرات، غادي نقراها على الشبه والحرمل بحال هكايا. سورة الفاتحة سورة الفاتحة غنقراها 7 ديال المرات ونزيد عليها سورة الصفات 3 ديال المرات على الشبه وعلى الحرمل صافي. ومني غادي نسالي ديك الساعة غادي نبخر بهم هذه البنت اللي كتكون باقا معكسة على الزواج، يعني عندها تعطيل في الزواج، تعطيل في الزواج صافي. غادي نديرها بحال اليوم، نقدر عاوتاني نعاودها غدا، نقدر نعاودها غدا حتى نكمل 7 ايام، اولا الا بغيتي ديريها نهار لي ونهار لا ماشي مشكل، ولكن داومي عليها. غير هيايا غنديرها بحال اليوم، لا غد لي ما غنديرهاش، لا غد لي نديرها، ولكن انت ما خدامه ما حتى شي حاجه ديريها كل نهار ماشي مشكل صافي. بحال هكايا ديك الساعه صافي راه ما غتبقى عندك حتى شي حاجه ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا داومتي عليها راه ما غيبقى عندك والو، الشبه وهذا الشبه والحرمل راه ما غتبقى فيك حتى شي حاجه، ما غتبقى فيك حتى شي حاجه ان شاء الله بحول الله. المهم اخواتي هذه هي النصيحه اللي غادي نقول لكم انا على الحرمل، يعني ديروه راه يعني ماشي غالي ماشي 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 غالي ماشي ماشي مقطوع. المهم غادي نديروه ان شاء الله، وغادي على كثار ديالي ما غتبقى فيها حتى شي حاجه صافي. هي كتحيد العين، كتحيد الارواح الخبيثه، كتحيد كل شيء، وحتى من الدراري الصغار كيتهدنوا، وحتى من حنايا كنتهدنوا وكنرجع واحد الهدوء وواحد السكينه للدور ديالنا. وحتى البنت ان شاء الله الا داومت على هكايا الشبه والحرمل راه ان شاء الله الا داومت عليهم ان شاء الله راه سيدي ربي غادي يفتح ليها ابواب التيسير ان شاء الله. كنتمنى اخواتي يعني ما نكونش ثقلت عليكم، وكنتمنى ان شاء الله تستفدوا من هذا الموضوع اللي هضرت لكم انا عليه ديال الحرمل. شكرا والى الملتقى ان شاء الله.